السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية تحركت دوليا من أجل البدء بتوجيه ضربات مباشرة على جماعة الحوثي في اليمن. التحرك الأمريكي جاء ضمن جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت يوم أمس، وهذه الجلسة نشرت تفاصيلها بالكامل ABC نيوز الأمريكية، التي أكدت بأن كريستوفر لو وهو نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة هو الذي وضع النقاط على الحروف من قبل الجانب الأمريكي أمام جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي. هو الذي ذكر بشكل واضح بأن جماعة الحوثي تتحصل على الدعم المباشر من قبل إيران على المستوى المالي أو مستوى الأسلحة كالصواريخ كذلك وطائرات المسيرة، وإيران تمكن جماعة الحوثي على العديد من المستويات من أجل الاستمرار في استهداف السفن التجارية وخطوط الشحن في البحر الأحمر. وقال بشكل واضح بأن لديهم معلومات مؤكدة بأن إيران متورطة بشكل كبير في كل الاستهدافات في البحر الأحمر، وقال لا نريد أي حرب مع إيران، ولكن لإيران خيارات ممكن أن تختار منها خيارين، أما أن تستمر بما تقوم به الآن أو ببساطة أن توقف عملية مشاركة المعلومات مع جماعة الحوثي التي تساعد جماعة الحوثي كثيرا في استهداف هذه السفن. إيران متطورة للغاية مقارنة بجماعة الحوثي في تتبع السفن، تبعية السفن، وإلى أين تتوجه أو تتجه إذا كانت إلى إسرائيل أو غير إسرائيل، في اتهام مباشر طبعا لإيران بأنها، واتهام مباشر للسفينة الموجودة هنا ألا وهي سفينة بهشاد الإيرانية المتمركزة في البحر الأحمر بأنها تقوم بعمليات تجسسية لصالح جماعة الحوثي لتقوم بكل هذه الاستهدافات. وأيضا يجب أن ننتبه بأن إيران تراقب أيضا السفن التجارية أو الناقلات النفطية في الخليج العربي، في خليج عمان أو في بحر العرب. كل التحركات لهذه السفن هي مراقبة من قبل الجانب الإيراني، إن كانت تأخذ هذا الاتجاه على سبيل المثال إلى مضيق باب المندب ومن ثم إلى البحر الأحمر، أو أن تعود طبعا أدراجها إلى مضيق هرمز. تراقب كل صغيرة وكبيرة، وبالتالي قطع مشاركة المعلومات كما تحدث نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة كريستوفر لو، هذا سيساعد في كبح تقريبا كل الاستهدافات التي تقوم بها جماعة الحوثي على هذه السفن. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن هنالك مشروع قرار أمريكي قدم لأعضاء مجلس الأمن الدولي. مشروع القرار ببساطة قال بأن على جماعة الحوثي الآن التوقف من كل الهجمات التي تقوم بها على السفن التجارية الموجودة في البحر الأحمر، وبأن من حق دول العالم التي تتعرض سفنها للهجمات أن تقوم بالدفاع عن نفسها. بمعنى آخر، ليس الدفاع بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة كما تقوم الآن ويقوم التحالف الموجود المشكل ضد جماعة الحوثي، لا أبدا، بل المقصد هنا بأن من حق هذه الدول أن تستهدف جماعة الحوثي بشكل مباشر عندما تكون هنالك استهدافات على السفن في البحر الأحمر أو حتى خليج عدن بهذه المنطقة. ويجب أن ننتبه بأن أغلب السفن التي استهدفت هي سفن بريطانية، دنماركية، يابانية، هنالك ارتباطات كثيرة لهذه السفن، وأغلب هذه الدول أساسا هي تأتي من ضمن الحلف الذي شكل ضد جماعة الحوثي. أكثر من 29 دولة هي الموجودة من ضمن هذا الحلف، وبالتالي هذه الدول كلها من حقها بحسب مشروع القرار الأمريكي الذي قدم لمجلس الأمن الدولي أن يقوموا بهذه الاستهدافات. وهنالك حسابات كبيرة في هذه المسألة، الأمر أصبح خطيرا على جماعة الحوثي، لأن مضيق باب المندب هو ليس بالمضيق العادي، هو لا تمر منه فقط 15% من التجارة العالمية كما صدر من البيت الأبيض مؤخرا، أو حتى 12% من النفط العالمي، لا أبدا، بل إن هنالك تفاصيل أخرى مرتبطة بمضيق باب المندب. ففي مضيق باب المندب على سبيل المثال هنالك 8% من تجارة الحبوب العالمية تمر من مضيق باب المندب، بالإضافة إلى أيضا الغاز الطبيعي المسال الذي 8% أيضا تمر من الغاز الطبيعي من هذه المنطقة باتجاه البحر الأحمر وقناة السويس. وهذا يعني هنالك كارثة كبيرة باستمرار الوضع على ما هو عليه بالاستهدافات القادمة من جماعة الحوثي. الاستهدافات إذا ما أخذنا صورة توثيقية لكل الهجمات
الهجمات على السفن في البحر الأحمر، سترى كل هذه الاستهدافات واضحة أمامك. هذه كل السفن التي تعرضت للهجمات من قبل جماعة الحوثي بالطائرات المسيرة وبالصواريخ البالستية والصواريخ المضادة للسفن، بل حتى لعمليات القرصنة والاحتجاز. وهذه السفن التي استهدفتها جماعة الحوثي بالتاريخ وبنوع السفينة على مستوى خليج عدن، وبالتالي بشكل عام هذه هي كل الهجمات التي قامت بها جماعة الحوثي، وهي لم تتوقف حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. وهذا الأمر هو الذي دفع 18 شركة شحن أن تتوقف من الشحن في البحر الأحمر بشكل عام، وبالتالي الأمر أصبح خطيرا للغاية، وليس هنالك رادع لجماعة الحوثي للتوقف من هذه الهجمات. بالإضافة إلى ذلك، إلى أن الوول ستريت جورنال كشفت في 24 ساعة الماضية عن طبيعة الأهداف التي ممكن أن يستهدفها هذا التحالف، وهو تحالف حارس الازدهار. وأكدت الوول ستريت جورنال الآتي: قد تشمل الأهداف المحتملة منصات إطلاق صواريخ مضادة للسفن وطائرات بدون طيار واستهداف للبنية التحتية مثل منشآت الرادار الساحلية ومرافق تخزين الذخائر. كان هنالك أيضا بيانا قبل كل ما نشر من هذا الاجتماع من جلسة مجلس الأمن الدولي وكذلك الـ ABC نيوز الأمريكية، كان هنالك بيانا صادرا من 12 دولة من البيت الأبيض، وأكد هذا البيان بأن جماعة الحوثي ستتحمل عواقب ومسؤولية ما ممكن أن يجري لها إن استمرت باستهداف الشحنات الموجودة في البحر الأحمر والسفن والأرواح وغيرها، لأن هنالك استهدافا للتجارة العالمية. ما هو مثير بهذه المسألة أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة وهو فاسيلي بنيتسيا، هذا الرجل كان ببساطة قد وافق على هذا القرار وعلى هذا الكلام الذي طرح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، المطالب بأن توقف جماعة الحوثي كل الهجمات على السفن التي تأتي على البحر الأحمر. هذا الرجل كان قد وافق على هذه المسألة، ولكن قال بأن روسيا تنظر للمسألة من منظورين، تنظر للقضية لسببين، تنظر لأسباب لماذا تقوم جماعة الحوثي بكل هذه الاستهدافات. فهو قال: لولا ما يجري في قطاع غزة من هجوم من قبل إسرائيل على قطاع غزة وعلى الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني هناك، لما رأينا جماعة الحوثي تقوم بكل الهجمات على السفن الموجودة في البحر الأحمر أو حتى في خليج عدن. بالتالي هنالك سبب لما تقوم به جماعة الحوثي، وهنا المشكلة أن إسرائيل لا تريد إيقاف هذه العمليات، وجماعة الحوثي لديها شروط واضحة لإيقاف كل هجماتها في البحر الأحمر. ببساطة جماعة الحوثي تقول بأننا نريد أن يدخل الغذاء والدواء لكل مناطق قطاع غزة للشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون هنالك توقفا للعملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، توقف للحرب تام، ويجب أن يكون هنالك أيضا إنهاء للحصار الذي تطبقه إسرائيل على قطاع غزة، وسنتوقف عن مهاجمة السفن على مستوى البحر الأحمر. وكما تحدثنا، إسرائيل لا تتوقف ولا تريد التوقف أبدا من التقدم داخل قطاع غزة، وهو الذي يوضح بأن الأمور لا تسير على ما يرام على المستوى الدبلوماسي، لا بل إن الأمور تزداد حدة على مستوى حزب الله اللبناني وكذلك إسرائيل. هنالك حدة كبيرة وخطر كبير للغاية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل. الأمور بدأت تتطور بشكل كبير بعد عملية اغتيال صالح العاروري، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. الأمور تطورت بشكل خطير، بعده ظهر حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني، وكان قد تحدث بعد مقتله وفي الذكرى الرابعة لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بكلمة مطولة وغيرها. وبعد ساعات من كلمة حسن نصر الله، جاءت إسرائيل لتوجه ضربة أخرى لقيادي آخر في حزب الله اللبناني في جنوب لبنان. أم تي في اللبنانية أكدت بأنه هنالك 4 من القتلى من حزب الله اللبناني بالضربة الإسرائيلية التي جاءت مباشرة على الناقورة، ونشرت صورة القيادي في حزب الله اللبناني ألا وهو حسين يزبك. هذا الرجل هو مسؤول حزب الله اللبناني في الناقورة، ونشرت مقاطع عملية الضربة الإسرائيلية واغتيال إسرائيل له بهذا الشكل. هذه كانت اللقطات الأولى. وزارة الدفاع الإسرائيلية نشرت صورة الاستهداف للموقع الذي كان يتواجد به مع 3 من رفاقه في حزب الله اللبناني. وإذا ما حاولنا
بسرعة أن نحدد هذا الموقع. سنلاحظ الرؤية صعبة نوعا ما، ولكن المنزل واضح بشكله الهندسي المميز كما نلاحظ بهذا الشكل تقريبا. هنالك أيضا شكل أو بناء تقريبا يبدو وكأنه بوابة أو غيرها، واضح هو باللون الأبيض من تصوير الطائرة. تلاحظ أن هنالك أشجار هنا، تلاحظ أيضا بأن هنالك أشجار بهذا الاتجاه تقريبا، هنا مباني وهذا طريق واضح بالنسبة لنا، وأيضا أن هنالك مبنى نوعا ما كبير بهذا الاتجاه. بالتالي هذا هو المبنى الذي استهدفه، وبالتالي إذا ما اتجهنا بالقمر الصناعي بسرعة إلى الناقورة، هذا هو جنوب لبنان، ونتجه إلى الناقورة لنرى هذا الموقع الذي استهدف. ستلاحظ هنا الناقورة، المنزل الوحيد الذي يتطابق مع هذه الصورة هو يأتي وسط المنطقة، لنأخذ تقريبا 180 درجة من صورة القمر الصناعي، وسنلاحظ أن هذه اللقطة تتوافق وتتطابق مع ما رأيناه. ستلاحظ هنا بأن الشكل الهندسي متطابق مع ما رأيناه، تأتي بهذا الشكل، وهذه هي تبدو البوابة كما كان هو واضحا، هنا الأشجار، وهذه هي المباني، وهذا هو الطريق، وهنا مبنى كبير أيضا، وبالتالي كل شيء متوافق ومتطابق. إذن هنا حسين يزبك قد قتل فعلا واختالته إسرائيل، وإسرائيل تصعد في اغتيال وقتل القادة في كل مكان الآن في المنطقة، وهذا هو الأمر الذي جعل ببساطة الدول الأوروبية أن تقلق مما يجري في لبنان. الوضع أصبح خطيرا للغاية، ألمانيا طلبت من رعاياها مغادرة لبنان، بالإضافة إلى ذلك بأن الدنمارك وبريطانيا ذكرت رعاياها في لبنان بأن تغادر لبنان بسرعة، كلها مؤشرات حرب قادمة وخطيرة بين إسرائيل وبين حزب الله اللبناني. هذه الجبهة لا تعرف أي تهدئة، وبالتالي جماعة الحوثي متوقع منها لا تتوقف أيضا في ظل هذه الظروف والتطورات، أو حتى حزب الله أن يتوقف في حالة أن هنالك ضغط على جماعة الحوثي. حتى الأمور تزداد توترا مع الجانب الإيراني أيضا في نفس الوقت، فالانفجار الذي رأيناه يوم أمس في كرمان تحديدا في الطريق المؤدي إلى ضريح الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، الذي أدى إلى قتل أكثر من 100 شخص وهنالك العديد والعديد من الجرحى، جعل هذا الأمر في بادئ الأمر ليس فقط المسؤولين الموجودين في كرمان أن يتهموا ببساطة إسرائيل بأنها كانت خلف هذه العملية، لا بل إن إسماعيل قاني قائد فيلق القدس الإيراني والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن يضعوا أصابع الاتهام باتجاه إسرائيل. وبعدها برزت تغريدة على موقع أكس من قبل المرشد الأعلى الإيراني ليقول بأن سيكون هنالك ردا قاسيا بإذن الله، كما تحدث هنا من طبيعة ما جرى في كرمان. ولكن المثير بهذه المسألة بأن أوسن ديفندر وثقت من التلفزيون الإيراني بأن هنالك عناصر كانت ترتدي الحزام الناسف، عنصرين هما الذين قاموا بالتفجيرات في كرمان تحديدا. وبعد ذلك مباشرة الوول ستريت جورنال نقلت معلومات مهمة عن مسؤولين إسرائيليين بأن إسرائيل تحدثت وأبلغت حلفائها بأنها ليست خلف هذه العملية، وفعلا اليوم جاء النبأ قادما من تنظيم داعش الإرهابي بشكل رسمي ليتبنى العملية التي هزت كرمان وهزت العمق الإيراني بأن داعش هو المسؤول عن هذه العملية. ولكن إيران طبعا في موقف ليس بالسهل أبدا، وذلك بسبب أن كل عمليات الاغتيال والضربات التي تأتي في جنوب لبنان والضغط على أذرعها في المنطقة هو يأتي أيضا بعد اغتيال إسرائيل لرضا موسوي قائد فيلق القدس الإيراني في سوريا، وبالتالي إيران بحاجة لفعل شيء بهذا الاتجاه، وهذا هو الذي ينتظره الجميع، وينتظر الجميع طبعا ليرى أيضا ما الذي سيحدث مع جماعة الحوثي أو حزب الله اللبناني. وتبدو هاتين الجبهتين ليست بالجبهات العادية خلال الأشهر القليلة القادمة.